مساءكم سعيد مشاهدينا، نشرة الأخبار الرئيسية مباشرة من القناة الأولى بالرباط. البداية بأبرز العناوين. ممثلا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في أعمال الدورة 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، رئيس الحكومة سيد عزيز أخنوش يحل بالعاصمة البحرينية المنامة ويتباحث مع الرئيس العراقي فخامة السيد عبد اللطيف جمال رشيد. النشاط السياحي بالمغرب دينامية تصاعدية لمؤشرات الأداء في الأشهر الأولى من السنة الجارية بعدد من الوجهات السياحية بتسجيل ذروة توفد السياح شهر أبريل المنصرم. كيف استطاعت السياحة المغربية استرجاع الجاذبية وكيف يستعد المهنيون للموسم الصيفي؟ الجواب ضمن هذه النشرة. الصناعات التقليدية المغربية تواصل إشعاعها الدولي، والشركات العالمية تعبر عن رغبتها في تثمين التراث المغربي الأصيل. مبادرات جديدة من شأنها المساهمة في تحقيق عائدات مالية للصناع التقليديين المغاربة. بعاصمة المملكة لقاء موصول لعشاق القراءة والمطالعة مع آخر الإصدارات وتجديد للوصال مع خير جليس في الزمان ضمن فعاليات الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب. عدسة الكاميرا تقربنا من الأجواء في عوالم الكتب والنشر. أهلا بكم من جديد. مستهل هذه النشرة ببرقية تهنئة بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى رئيس جمهورية الباراغواي فخامة السيد سانتياغو بينيا بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. حل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش اليوم بالمنامة لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في أعمال الدورة 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. وأشاد رئيس الحكومة في استقباله بمطار البحرين الدولي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. ويضم الوفد المغربي في هذه القمة بالخصوص السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وستناقش هذه القمة التي ستنعقد يوم غد بنودا رئيسة تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، وأكد التعاون العربي مع التجمعات الدولية والإقليمية. كما يتضمن جدول أعمالها بندا حول القضية الفلسطينية والأمن القومي العربي وتطورات الوضع في عدد من الدول العربية. بالمنامة دائما وعلى هامش القمة العربية تباحث رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش اليوم مع الرئيس العراقي فخامة السيد عبد اللطيف جمال رشيد. وأجرى خلال هذا اللقاء الذي حضره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج سيد ناصر بوريطة استعراض العلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين وسبل النهوض بها في شتى المجالات. وبهذه المناسبة عبر الجانبان عن تطلعهما لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس العراقي فخامة السيد عبد اللطيف جمال رشيد. وعلى هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية 33 تباحث السيد ناصر بوريطة اليوم بالمنامة مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق السيد فؤاد حسين ومباحثات مماثلة. جمعت أيضا السيد ناصر بوريطة بوزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية السيد أحمد معلم فقيه. وعشية انعقاد الدورة 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، أفق التعاون العربي المشترك وتنسيق العمل في الملفات والقضايا الإقليمية للأمة العربية نتعرف عليها في مراسلة مفادي الأولى للمنامة ياسر العمراني ووسيم أمسود.
مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته 33 المقرر غدا الخميس بالعاصمة البحرينية المنامة سيناقش 23 بندا تتعلق بمختلف القضايا العربية والشؤون السياسية الدولية. ويشتمل جدول أعمال القمة على بند بعنوان القضية الفلسطينية ومستجداتها، وذلك لمناقشة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام العربية. هناك ترقب كبير من الشارع العربي عما ستخرج به هذه القمة، قمة عادية، قمة 33 في المنامة هي قمة عادية، ولكن الظروف التي يمر بها العالم العربي تجعلها بالتأكيد قمة استثنائية وتضاف على القمم التي مرت بها جامعة الدول العربية، وكانت قمم طارئة تبنت قرارات هامة استطاعت أن تحرز تقدما فيما يتعلق بالعمل العربي المشترك والتعامل مع القضايا الملحة التي يمر بها العالم العربي. ويتضمن جدول الأعمال كذلك بندا بعنوان الشؤون العربية والأمن القومي والشؤون السياسية الدولية لمناقشة القمة العربية الصينية الثانية وإنشاء منتدى للشراكة بين جامعة الدول العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا. هذه القمة قمة ناجحة بامتياز، نترقب الإعلان الختامي، إعلان البحرين الذي سيصدر عن هذه القمة والذي سيضيف للعمل العربي المشترك لتكون مرحلة مفصلية جديدة تجمع شمل الأشقاء العرب نحو منطقة عربية أكثر رخاء وازدهارا وتكاملا. القادة العرب سيركزون ليس فقط على القضايا السياسية، بل هناك أيضا مواضيع تتعلق بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وموضوع الاتحاد الجمركي وموضوع الاستراتيجية العربية للشباب، إلى جانب التغير المناخي وتأثيره على الدول العربية. وتناقش القمة كذلك بندا حول المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديا وموعد ومكان عقد الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، فضلا عن مشروع الإعلان وما يستجد من أعمال وتحديث وتطوير جامعة الدول العربية وإصلاح آليات عملها. ولمزيد من التوضيحات ينضم إلينا اللحظة مباشرة من المنامة السيد مراد فتحي، خبير متخصص في الشؤون العربية بجامعة الدول العربية. أهلا بك سيد فتحي، وبداية ما أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال الدورة 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة؟ مساء الخير. كما جاء في تقرير مراسلكم هنا في البحرين، هناك ملفات حوالي 23 بند على جدول أعمال القمة بتصدرها القضية الفلسطينية وتطورتها، يعني حوالي 70% من مشروع إعلان البحرين عن القضية الفلسطينية ومستجدات الصراع العربي الإسرائيلي، وهناك كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة، وكذلك موضوع اللاجئين والأسرى الفلسطينيين، إلى جانب الأزمات التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ودعم موازنة السلطة الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني. كل هذه مواضيع فرعية وقضايا فرعية ضمن العنوان الأبرز وهو القضية الفلسطينية وتطورتها، وذلك إدراكا من القادة العرب لأهمية القضية الفلسطينية التي تحتل مكانة كبيرة في مناقشات القادة العرب. هناك ملفات أخرى خاصة بالتعاون العربي مع المنظمات الإقليمية، هناك موضوع حول الإعداد والتحضير للقمة العربية مع الصين والمقررة العقدية في بكين خلال الفترة المقبلة، هناك أيضا موضوع الأمن القومي العربي وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، هناك حديث عن تطوير منظومة الدول العربية لمكافحة الإرهاب في إطار الاتفاقيات القائمة ومحاولة تحديثها وتطويرها لمواكبة المتغيرات والتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي. أستاذ فتحي، أسألك عن أهمية تعزيز التنسيق وتطوير العمل العربي المشترك، أين تكمن لمواجهة كل التحديات التي تحيط بالمنطقة العربية؟
كما تعلمين أن الدول العربية تواجه تحديات في أكثر من مكان، وفي القلب منها التحديات الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، تحديات كبيرة تهدد الأمن القومي العربي في الصميم، بالإضافة إلى التحديات الأخرى المحيطة بالوطن العربي خاصة من الجوار سواء في الشرق أو في الجنوب أو في الشمال. القضايا كل هذه بتمثل تهديدات، ومن هنا تبرز أهمية التنسيق بين الدول العربية لوجود حد أدنى من التوافق العربي للتعامل مع هذه التهديدات والتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي في أكثر من مجال. هناك أيضا قضايا اقتصادية واجتماعية وتنموية تحاول القمة العربية التعامل معها، خاصة ما يتعلق باستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد، وكذلك موضوع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وكذلك القضايا الخاصة باستراتيجية الأمن المائي ومتطلبات التنمية المستدامة في المنطقة العربية. هناك الحديث عن استراتيجيات عربية موحدة في موضوع حقوق الإنسان، واستراتيجية عربية موحدة للأمن والسلام خاصة بالشباب في المنطقة العربية، إلى جانب موضوع المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة حول تمكين المرأة العربية اقتصاديا. إذن كل هذه القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية تصب في صالح المواطن العربي، إلى جانب موضوع القضايا السياسية والأمن القومي التي تحدثنا عنها في السؤال الأول. فبالتالي تبرز أهمية التنسيق واللقاء الدوري السنوي بين القادة العرب يحقق الحد الأدنى من التوافق والتضامن العربي لمواجهة مثل هذه التهديدات والتحديات المتواصلة التي تواجه المنطقة العربية في أكثر من مكان. سيد مراد فتحي، الخبير والمتخصص في الشؤون العربية بجامعة الدول العربية، شكرا لك على هذه المعطيات، كنت معنا مباشرة من المنامة. في أو بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، اتفاقية تعاون وقعت هذا اليوم بالرباط ترم تبادل الخبرات والمعلومات والاستفادة من تجارب الطرفين في مجال تحديث منظومة العدالة، كما تعد بمثابة خطة عمل برسم سنتي 2024-2025 من أجل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، خاصة في مجالات الرقمنة وإعادة إدماج نزلاء المؤسسات السجنية. عبير من لوكيا محمد ناصري. هي اتفاقية تعاون بين المغرب وجمهورية الصين الشعبية تهم مجالات التعاون القضائي والانتقال الرقمي وإعادة الإدماج لسنتي 2024-2025. سنضيف إليها اتفاقية أخرى في القريب العاجل. أنا أعتقد بأنه التجربة الصينية خاصة أنها مبنية على ثقافة الواجب. نحن في هذا المجال لنا ثقافة الحقوق، هم لهم ثقافة الواجب، وهذا النقاش حول الواجب والحقوق إيجابي جدا أن نتفاعل معه على مستوى علاقتنا بين المغرب والصين. وترم هذه الاتفاقية تبادل الخبرات والمعلومات والاستفادة من تجارب الطرفين في مجال تحديث منظومة العدالة، كما تعد بمثابة خطة عمل من أجل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، خاصة في مجالات الرقمنة وإعادة إدماج نزلاء المؤسسات السجنية. التوقيع على هذه الاتفاقية التي تأتي لتفعيل خطة عمل برسم السنتين القادمتين بين البلدين يؤشر على مرحلة جديدة من التعاون الثنائي، ويعكس عمق العلاقات التي تربط بلدينا. خطوة تترجم عمق علاقات الصداقة التي تربط المغرب والصين، تماشيا مع رؤية قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الصيني شي جينغ بينغ. واستقبل نائب وزير العدل بجمهورية الصين الشعبية والوفد القضائي المرافق له من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة اليوم بالرباط، وتباحث الجانبان حول القضايا ذات الاهتمام المشترك مع إلقاء الضوء على التجربة المغربية في مجال استقلال القضاء. عودة مع عبير ملوكي وعثمان تازي. التجربة المغربية في مجال استقلال القضاء وفقا لدستور 2011 من بين النقاط التي تطرق إليها الجانبان، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها نائب وزير العدل بجمهورية الصين الشعبية والوفد القضائي المرافق له. ويأتي بطبيعة الحال هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون في شتى المجالات التي تهم البلدين في محاربة الجريمة، وأيضا في وضع الأسس اللي هي تتأسس لواحد قفزة وطفرة جديدة في هذا التعاون لتحقيق الغاية من العدالة اللي هي طمأنينة مختلف مكونات المجتمع.
علاقات متينة تجمع بلدينا في عدة مجالات، ونطمح إلى تعزيزها خاصة فيما يتعلق بالتعاون القضائي عبر تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال. وخلال اللقاء إشادة بالأواصر التاريخية التي تجمع البلدين وطموح مشترك للارتقاء بعلاقات التعاون الثنائية في مجال القضاء وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين. دينامية استثنائية يشهدها القطاع السياحي ببلادنا ترفع منسوب التفاؤل بين العاملين في القطاع، مستبشرين بتحقيق توافد استثنائي للسياح الأشهر القادمة. قراءة في أبرز معطيات السياحة ببلادنا خلال الأشهر الأولى من هذا العام مع فردوس الحرش وسمير بركة. المغرب وجهة سياحية تستقطب ملايين السياح، عديدون عبر العالم اختاروا المملكة وجهة لقضاء عطلتهم. شهر أبريل المنصرم انتهى على وقع استثنائي خلاله بلغ عدد الوافدين على بلادنا من مختلف المراكز الحدودية 1,300,000 سائح، أي بنسبة نمو بلغت 17% مقارنة بذات الشهر من السنة الماضية، مؤشرات تعكس الدينامية التصاعدية والإيجابية التي يعرفها القطاع السياحي. المغرب لديه كل المؤهلات لاستقبال السياح، بلد جميل جدا وأهله مضيافون ويتوفر على بنيات تحتية رائعة. مقارنة بما رأيته سابقا، السياحة تطورت بشكل كبير في المغرب. أرى جليا أن المغرب يسخر كافة مؤهلاته لاستقبال السياح في أحسن الظروف. هي أرقام ومعطيات تحققها بلادنا في ظل خارطة الطريق الاستراتيجية المسطرة للقطاع السياحي برسم الفترة الممتدة ما بين 2023 و2026. خارطة الطريق هذه تهدف لتمكين المغرب من التموقع ضمن مصاف الدول سياحيا، أمر ترجم أرقاما في الأشهر الأربعة الأولى لهذه السنة، حيث تم تسجيل توافد 4,600,000 سائح على بلادنا خلال هذه الفترة، أي بنسبة نمو بلغت 14% وزيادة قدرها 567,000 وافد إضافي. مدينة أكادير عرفت تزايد ديال السياح وانتعاشة سياحية كبيرة في هذه الأواخر، خصوصا في شهر أبريل ماي، والحمد لله هذا الشيء طيب الشر بالخير. ومقارنة بالسنة الماضية عرف تطور تدريجي كبير في عدد السياح بمنطقة أكادير، والحمد لله على كل حال. أكادير تسجل دينامية سياحية متميزة خلال دونك سنة 2023 وأيضا خلال الشهور الأولى من السنة الحالية. كمثال فيما يخص شهر أبريل المنصرم، فقد تم تسجيل أكثر من 493 ليلة مبيت، وهو ما يمثل زائد 28% بالمقارنة مع أبريل من السنة الماضية. فيما يخص عدد الوافدين، فقد تجاوز 114,000 وافد، وهو ما يمثل زائد 32% بالمقارنة من السنة الفارطة. فيما يخص نسبة الملء، فقد وصلت 63%. هذه النتائج الاستثنائية تفتح الباب أمام آفاق واعدة صيف هذه السنة، ذلك استمرارا في برنامج خارطة الطريق السياحية، إضافة إلى تعزيز جهود جميع الشركاء الفاعلين والمهنيين لأجل استمرار تحقيق نتائج إيجابية في أفق استقبال 15,500,000 سائح مع نهاية السنة الحالية. ولمناقشة واقع وآفاق القطاع السياحي ببلادنا ينضم إلينا اللحظة مباشرة من مراكش سيد زبير بحوت، خبير في القطاع السياحي. مساء الخير سيد بحوت، وبداية ما الذي يجعل من الوجهات السياحية تحقق هذه الدينامية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، خاصة شهر أبريل المنصرم؟ وفعلا كما تفضلتم، خلال أربع أشهر الأولى ديال 2024 كان نمو متزايد شهر بعد شهر. يناير كانت زيادة 10% مقارنة مع نفس الفترة ديال 2023، فبراير كانت 18% في الشهر، مارس لأن كان فيه رمضان كان زايد 10%، وأبريل زايد 17%، وهذا الشيء اللي كيعطينا زيادة تراكمية تاع 14% تاع أربع شهور الأولى. اللي مهم انه بدايه ديال خارطه الطريق عطات المحور الاساسي اللي هو النقل الجوي، واللي كانوا المهنيين يركزون عليه اكثر، والنتائج ديالو بدات كتظهر. النقل الجوي عرف واحد التطوير كبير، توقع اتفاقيات كبيره
لأنه المغرب عرف واحد الإشعاع منذ بدء عمليات المغرب أرض الألوار اللي بدأت في أبريل 2022 وتجدد في 2023. شارك في معارض كبيرة، حضع بواحد التلويه خاص في المشاركات دياله، كان إشعاع لتاع أسود الأطلس في كأس العالم. هذا الإشعاع عطانا لكينا رغبة في السفر للمغرب، خصوصا بعد الخروج بالأزمة كيكون السفر الانتقامي كيرتفع أكثر. لما وضعنا طيران رهنا إشارة الزبائن المحتملين تحولوا إلى زبائن حقيقيين، وهذا الشيء اللي كيجعل أنه وصلنا لدابا 4.6 مليون في 4 شهور، يعني بدينا ب 990 ألف في يناير، مليون و 140 ولا 47 في فبراير، مليون و 157 إلى مليون و 300 ألف، والقادم أكثر لأنه الاتفاقيات بدأت في أبريل. النتائج اللي غادي تكون عندنا في شهر 5 و 6 و 7 و 8 أفضل، لأن غيكون قضوب كبير لتاع مغاربة العالم. العملية ديال مرحبا كتعطينا تطوير كبير. إذا هذه هي الأمور اللي أعطت هذه النتائج الإيجابية. سنعود لمناقشة هذه النقطة بالذات، نقطة النقل الجوي. سيد بوحوت، ريتما نناقش هذه النقطة، يعني انتعاش القطاع السياحي الأكيد أنه يساهم في خلق الدينامية بعدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسياحة. ما هي برأيك الآثار الاقتصادية لهذه الانتعاشة، وبأي أفاق يتوجه الفاعلون السياحيون إلى الموسم الصيفي؟ أولا كما كنعرفوا هذا القطاع السياحي شارك في واحد برقم مهم من المداخل ديال العملة الصعبة اللي هي ديال السياحة الدولية، راه 105 مليار تقريبا في 2023. إلا زدنا عليها المشاركة المساهمة تاع السياحة الداخلية اللي على الأقل غتكون في حدود 40 مليار في الانتظار يظهر الحساب الفرعي اللي كيخد تعطيه المندوبية السامية للتخطيط، فهذا الرقم الكبير اللي غادي يكون في حدود 170 مليار راه يتم توزيعه على مجموعة تاع المتدخلين، الفنادق، المطاعم، دور الضيافة، الوكالة الأصفار، كراء السيارات، النقل السياحي، وكذلك المتدخلين، لأنه الناس اللي كيبيعوا المنتوجات الغذائية، الخضر، الفواكه، اللحوم، الحليب ومشتقاته، ومجموعة ديال القطاعات اللي مرتبطة بالقطاع السياحي. ملي كنقولوا 550 ألف يعني مشتغل بطريقة مباشرة، راه 550 ألف أسرة. ملي كنقولوا 2 مليون بطريقة غير مباشرة، تقريبا جد المليون ونص تاع الاسر المغربيه كتعيش بالقطاع السياحي، وهذا الرواج هو اللي كيجعل الاستقرار ديال الساكنه، كيجعل الامال كيظهر في القادم، لانه اللي جاي غادي يكون افضل، لانه اذا استمرت الامور فعلا كاينه ملاحظات على العداله المجاليه، كاينه ملاحظات على العدد الليالي المبيت اللي ما كتطورش بنفس الكيفيه اللي كيتطور بها العدد الوافدين، ولكن على العموم مع الوقت والخيارات الفاعلين الجهويين والاداره الترابيه مازالش الجهات بالمهاليين على مستوى الجهات، كل الجهات غتقدر تستافد. رقم بسيط، 44% من النشاط السياحي اليوم متمركز في مراكش، 24% في اكادير، وكتبقى 10 الجهات عندها اقل من 32%. بمعنى لابد لها من العداله المجاليه، وهي مسؤوليه الفاعلين الجهويين والمحليين بالاضافه لوزاره السياحه بالطبع. سأعود لأواصل النقاش معك سيد بوحوت، تفضل بالبقاء معنا بعد أن نورد بعض الأرقام الخاصة بالنقل الجوي كما أسلفنا. مشاهدينا، من أجل مواصلة تعزيز النقل الجوي وبمناسبة موسم الصيف، قامت وزارة النقل واللوجستيك بالترخيص لـ 52 شركة طيران ستؤمن 2060 رحلة أسبوعية منتظمة تربط المغرب بـ 135 مطارا دوليا في 52 بلدا، أي بارتفاع قدره 15% مقارنة بموسم الصيف السابق. زخم جديد لتطوير الربط الدولي، حيث تعمل الخطوط الجوية الملكية على الرفع التدريجي لأسطولها ليصل في أفق 2037 إلى 200 طائرة، مما سيسمح لها بالانتقال من 99 وجهة في عام 2019 إلى 143، على أن تصبح رابطا عالميا بين القارات. أما بخصوص الاتصال الجوي الداخلي بخطوط غير ممركزة على الدار البيضاء، رخصت الوزارة لشركة الطيران ريانير بفتح 11 خطا داخليا جديدا ابتداء من صيف 2024، تستفيد منها 9 وجهات مغربية. وأعود إلى ضيفنا من مراكش السيد زبير بوحوت، الخبير في القطاع السياحي. سيد بوحوت، يعني أي دور لتعزيز الربط الجوي بين المغرب والمطارات الدولية عبر العالم في تشجيع نشاط وحركية القطاع السياحي ببلادنا؟
أولا كما قلت في الأول أنه المحور الأساسي في التطوير، كاين محاور أخرى كذلك، ولكن المحور الأساسي هو النقل الجوي. ما نساوش أنه هذا النقل الجوي كان دائما المهنيين كيحطوه كأولويات الأولويات، وهنا كما تفضلتم وعلى إثر يعني المعلومات اللي جات على يعني في البرلمان على لسان وزير النقل واللوجيستيك، فتقريبا الخطوط الجويه اللي غادي تطور. اولا عندنا النقل الوطني، عندها برنامج طموح اللي غادي يضاعف 4 مرات العدد ديال الطيارات يعني الطائرات ديالها، هذا مهم جدا. وتاليا ان المغرب لما تم وقع على الاتفاقية السماء المفتوحة في 2006، ما نساوش أن المناظرة السياحة والزازات اللي كانت في 2005 كان أكبر من المطالب اللي تم مناقشته هو التوقيع على سياسة على اتفاقية السماء المفتوحة، وفي 2006 تم التوقيع عليها، وهادشي اللي عطى الأرقام اللي تفضلتي بها. نعم. اليوم عندنا شركات، عندها الشركة الوطنية عندها طموح، عندها شركة أخرى هي كتلعب واحد الدور ديالها، ولكن المغرب عنده واحد الإشاعة كبير، وشركة دولية خصوصا تاع التكلفة المنخفضة اللي كتعطي لها خطوط جديدة للإشارة. فلما نتكلم عن موسم الصيف بالنسبة للقطاع السياحي، هو يبتدئ من شهر أبريل، لأن القطاع السياحي عنده موسمين. كنتكلموا على الفترة، هذا الشيء راه بدا في أبريل، بدا التعزيز، بدا 24 خط جوي جديد الدولي، والخطوط المغربية الداخلية بدات ب 11 خط. هذا الشيء راه بدا، واللي جاي غادي يعطينا أكثر، لأنه كاين الريال ديال كأس العالم، كاين كأس إفريقيا. المغرب أصبح محط أنظار تاع مستثمرين، كاين الميثاق ديال الاستثمار اللي كيجيب لينا دابا مستثمرين الجدود، لأنه يرون فرصة في المغرب. وهذا الشيء كله غادي يعطي لأنه اليوم الريال تاع 15.5 في 2024 غادي يتجاوزوه بنسبة زيادة 10%، وهي أقل من هذا المعدل اللي عندنا 4 شهور، غنوصلوا 16 مليون في نهاية 2024. هذا ما نتمنى سيد زبير بحوت، شكرا جزيلا لك. أنتم الخبير في القطاع السياحي، كنت معنا مباشرة من مدينة مراكش. أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع شركة أديداس العالمية عن إطلاق مجموعة قمصان جديدة بلمسة تنهل من الأصالة المغربية، خطوة تثمن من خلالها الشركة التراث المغربي وتكرم جهود الصناع التقليديين. كوثر أبو تير، حسن سيلا، وجهاد ليبري. تثمينا وتكريما لما تبدعه أيادي الصناع التقليديين المغاربة، تعتزم شركة أديداس العالمية إطلاق مجموعتها الجديدة من القمصان بلمسة مغربية. كما كتعرفوا كانت واحد الإشكالية جرت في الماضي مع مقاولة كبرى اللي استقبلنا اليوم اللي هي أديداس، حول السطو على يعني بعض العناصر ديال التراث اللامادي للمملكة المغربية. وفي نقاش مع هذه المقاولة كان هناك محاولة الصلح، ويعني نرجعوا للاعتبار للتاريخ وللثقافة والمعلمية اللي كيخدموا في الصناعة التقليدية المغربية. جينا بواحد الميني كوليكسيون اللي كتحتفل بالعواصم ديال المغرب اللي هما فاس، مراكش، مدينة مكناس ورباط بطبيعة الحال. مجموعة من نساء التعاونيات التقليدية هن بطلات هذا المشروع. بالطرز الرباطي والزليج والفخارة سيشاهد العالم، وسيرتدي عملاء الشركة الألمانية قطعا مستوحاة من التراث المغربي. لو تيم ديال هاد لا كولابوراسيون هي لو تيم سي لي امبيريال. لي امبيريال هما المدن اللي كانوا لي كابيتال ديال المغرب، اللي هي فاس، الرباط، مكناس ومراكش. ولو بوت ديال هاد لا كولابوراسيون هادي غادي نجسدوا بان كل هاد لي كابيتال على باز، كل اون فيل عندها واحد لا ريشيس ديال لا باتريمون و تو سكي الصناعه التقليديه اون جينيرال. وان شاء الله غادي تكون واحد لا توش يعني تقليديه في المنتوجات ديال اديداس، من الصناعه، من وحي الصناعه التقليديه. لوحات تراثية عن المغرب ستطرح في القريب من الأيام بمتاجر أديداس بالمغرب، كما سيتم التسويق لها بباقي متاجر الشركة حول العالم، بينما سيستفيد الحرفيون المغاربة المساهمون في هذه المجموعة من عائدات مالية.
في موضوع آخر، يشارك وفد مغربي هام يرأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال في أشغال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنطقة الكاريبي في كاراكاس بفنزويلا. المؤتمر مناسبة للوفد المغربي لإطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على مستجدات قضية الصحراء المغربية، لا سيما الدعم القوي الذي تحظى به المبادرة المغربية للحكم الذاتي من طرف المجتمع الدولي، والذي تجسد من خلال دعم أزيد من 107 من الدول الأعضاء وافتتاح حوالي 30 قنصلية عامة بمدينتي العيون والدخلة، مما يؤكد مغربية الصحراء وكذا دينامية التنمية غير المسبوقة التي تشهدها جهتنا أو جهتا الصحراء المغربية في المجالات السوسيو اقتصادية والبنيات التحتية. وجهتنا اللحظة البرتغال، حيث منحت الجمعية العامة 18 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط اليوم بمدينة براغا جائزة التميز لبرلمان البحر الأبيض المتوسط لوكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويأتي منح هذه الجائزة عرفانا بما تسديه وكالة بيت مال القدس من خدمات جليلة ومجهودات قيمة من أجل العمل الإنساني والاجتماعي الميداني الملموس الذي يتلازم مع المسار السياسي والقانوني للقضية الفلسطينية، الذي تطلع فيه الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك نصر الله بدور ريادي وإنساني مشهود بثباته ونبل مساعيه. وقد تم منح هذه الجائزة على هامش أشغال الجمعية العامة 18 لبرلمان البحر الأبيض بالمتوسط برئاسة رئيس مجلس المستشارين السيد نعم ميارة بصفته رئيسا لهذه المنظمة البرلمانية الإقليمية. نتابع تصريح سيد رئيس مجلس المستشارين. افتتح اليوم الدورة 18 للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط. أعتقد بأنها فرصة لبرلماني حوض البحر الأبيض المتوسط من أجل التناقش حول قضايا التي تهم أساسا السلم في هذه المنطقة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأعتقد بأن كل المواضيع التي تطرح اليوم من هذه القضايا وقضايا كالهجرة ومحاربة الإرهاب والاتجار في البشر كلها تصب في اتجاه تعزيز العلاقات بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط أولا، وكذلك وضع هذا البرلمان في إطار التعاون الاقتصادي ما بين دول البحر الأبيض المتوسط. وتميز اليوم الافتتاحي كذلك بحدث مهم جدا يتمثل في منح وكالة بيت مال القدس التي يشرف عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، منح هذه الوكالة جائزة التميز من طرف برلمان البحر الأبيض المتوسط. وهذه الجائزة تعني الجوانب المتعلقة بالجانب الإنساني لمالي دور هذه الوكالة في تعزيز صمود أولا الشعب الفلسطيني والدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في القدس، وكذلك لما لها من دور إنساني في تعزيز الجانب المتعلق بحياة الفلسطينيين. اليوم كذلك نحن نشرف كذلك على انطلاق أشغال اللجان التي تستمر على يومين، ونعتقد بأن البرلمان بحر الأبيض المتوسط في طريق تعزيز أولا التعاون بين بلدانه سواء تعلق الأمر بالجانب التشريعي، ولكن أيضا في فتح مجالات أخرى للتعاون بين كل بلدان البحر الأبيض المتوسط. دوليا، ووسط الحرب الدائرة في قطاع غزة والتي تسببت بنزوح عشرات الآلاف، أحيا الفلسطينيون في الضفة الغربية اليوم الذكرى 76 للنكبة والهجرة القسرية التي أدت إلى طرد أو فرار نحو 760 ألف فلسطيني من فلسطين. نتابع مراسلة صبحي أبو زيد. تمر الذكرى 76 للنكبة على الشعب الفلسطيني في ظل عدوان إسرائيلي مستمر منذ أكثر من 200 يوم، راح ضحيته 35 ألف شهيد وآلاف الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض والتهجير والنزوح القسري للفلسطينيين من مدنهم بقطاع غزة، لتكتب عليهم نكبة جديدة أشد قساوة من النكبات السابقة. لا زالت النكبة موجودة، هذه مكملة للنكبة اللي ب 48، اللي بصير هذا نكبة ثانية، بس النكبة السابقة ما كان في مجلس آمن، هذه نكبة تحت ظل مجلس الآمن وحقوق الإنسان ولهاي وكل العالم بالوعي. نحن نعيش مرحلة أصعب من ما عاشوه أجدادنا في السابق بعملية القصف وعمليات القصف الجماعي، عمليات الاستهداف، عمليات الأبرياء من أطفال ونساء يقطعوا
الشيوخ يقطعوا، لا تجد أسعافات، لا تجد إمدادات، لا تجد دفاع مدني، لا تجد خدمات، حتى أدنى خدمات إنسانية، مخيم يوجد به ماء لا يوجد. هذا الحاج النازح من شمال غزة يعيش مع أبنائه وأحفاده نكبة جديدة بإحدى مخيمات النزوح في جنوب القطاع، بعدما أجبره الاحتلال الإسرائيلي من إخلاء منزله الذي دمره الاحتلال، وأصبح من النازحين ينتظر العودة إلى ركام منزله حتى لو بعد حين. احنا اليوم عشنا أكثر من نكبة، نكبات كل حياتنا نكبات، وكأنه الشعب الفلسطيني خلق للنكبات. اليوم ان 76 عام على النكبة من الحروب والتشريد والتدمير، الشعب الفلسطيني عانى كتير كتير كتير. الشعب الفلسطيني يستحق الحياة، الشعب الفلسطيني يستحق الحرية. يمر على الشعب الفلسطيني نكبة تلو النكبة، وما زالوا متمسكون في هذه الأرض تحت شعار رغم الإبادة باقون ورغم التهجير عائدون. للقناة الأولى صبحة وزي فلسطين. في جديد تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، دعا الرئيس الروسي حكومته مجددا اليوم إلى الابتكار في الإنتاج العسكري للانتصار على أوكرانيا، حيث تتقدم القوات الروسية لسيما في منطقة خاركيف، وهو ما أشاد به بوتين. وجاء إعلان موسكو السيطرة على مناطق جديدة في وقت أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مساعدات عسكرية أثناء زيارته لكييف. إلى أندونيسيا، حيث ضعف رجال الإنقاذ جهودهم اليوم بحثا عن العشرات من المفقودين بعد الفيضانات المدمرة وتدفق الحمم البركانية الباردة التي خلفت 67 قتيلا في جزيرة سومطرة وفقا لحصيلة جديدة. وهطلت أمطار غزيرة استمرت عدة ساعات مساء السبت على 6 مناطق في غرب سومطرة، ما تسبب في فيضانات وفي تدفق الحمم الباردة من بركان جبل مرابي، وهو الأكثر نشاطا في الجزيرة. 1.75 مليار دولار قيمة إجمالية الخسائر الاقتصادية على مستوى 446 بلدية تضررت من الفيضانات المدمرة التي تضرب ولاية ريو غراندي دو سول البرازيلية حتى الآن. ومن القطاعات الأكثر تضررا قطاع السكن، الزراعة، الصناعة، رؤوس المشية والمحلات التجارية، ناهيك عن ما لا يقل عن 150 قتيلا و112 مفقودا وأكثر من 620 ألف نازح بحسب الاتحاد الوطني للبلديات. وفي موضوع دولي آخر، يعني بينما لا زال كوكب الأرض يتعافى من العاصمة الشمسية التي أصابته الأيام الماضية، يحذر العلماء من عاصفة تضرب الأرض مجددا وتطلق الشمس باستمرار أشعة كهرومغناطيسية تحتوي على كميات كبيرة من الجزيئات المشحونة. وفرت وزارة الحج والعمرة السعودية 15 دليلا إرشاديا تفصيليا يتناول الموضوعات التي تهم الحجاج في مبادرة توعوية تستهدف ضيوف الرحمن القادمين من كافة بلدان العالم لأداء مناسك الحج بأسلوب سهل ومبسط يشمل جميع المراحل التي يمرون بها أثناء أداء المناسك، وذلك ضمن جهود الوزارة الاتصالية والتوعوية لموسم الحج العام الجاري 1445 هجرية. بعيدا عن أخبار العالم، وبالدار البيضاء يلتئم عدد كبير من الفاعلين في الصناعة السمكية من ممثلي الحكومات والخبراء وشركات القطاع الخاص والشركاء الدوليين في فعاليات المنتدى الدولي للصناعة السمكية في دورة ثالثة. المتابعة لسعيد الإدريسي، رشيد كن وسفيان إبراهيمي. النسخة الثالثة للمنتدى الدولي لصناعة الصيد البحري تشكل حدثا دوليا وتجمعا مهنيا للفاعلين في صناعة الأسماك والموارد البحرية. النسخة التأم فيها ممثل الحكومات وخبراء باحثين مغاربة وأجانب، همهم الأول البحث عن سبل الاستدامة في قطاع الصيد البحري، وأيضا الوقوف على التجارب في مجال صناعة ومعالجة الأسماك وتثمين منتجات الصيد البحري.
موضوع اللي داخل في إطار يعني التحديث وتثمين ديال القطاع ديال الصيد البحري في إطار تنزيل استراتيجية اليوتيس في الشطر ديالها الثاني. وهذا الحدث يعني غيجمع مهنيا طبعا ويجمع باحثين وغادي يجمع يعني مختصين لأجل يعني زيادة في القيمة المضافة ديال المنتوجات الغذائية. المنتدى يؤكد ريادة المغرب عربيا وإفريقيا في الاقتصاد الأزرق، فهو نموذج للالتزام والابتكار في مجال صناعة ومعالجة الأسماك. فالتجربة المغربية رفعت تحديات منها أساسا المناخية، حيث ما زالت مطروحة أمام العديد من الدول الإفريقية، وتجاوزها المغرب بفعل البحث البيولوجي البحري لاستدامة المصايد السمكية. دوما غادي لازم نحتفظوا على الخيرات اللي عطانا سيدي ربي، وغادي نزيدو نطوروا باش نزيدو القدام باش عاوتاني يكون عندنا اكثر مستخدمين في هذا القطاع. تعلمون اليوم ان قطاع الصيد البحري عرف تحولات جذريه. سابقا كانت الحكومات هي التي تسيطر، حاليا الفاعلون الخواص هم من يتحملون المسؤوليه المباشره في العمليه الانتاجيه، سواء من حيث الحفاظ على استدامه الموارد البحريه وايضا تطويرها من خلال خلق فرص للشغل وتوفير البروتينات الغذائيه باقل تكلفه، وايضا ضمان استقلالية الدخل بالنسبة للعاملات في هذا القطاع. التظاهرة تشكل قيمة مضافة تحسب للمغرب في مجال الصناعة السمكية، وتحفز السلطات الوصية على القطاع إلى المزيد من الجهود من خلال تعزيز سبل البحث والابتكار وتمكين القطاع من الاستدامة. تحتضن مدينة مراكش في الفترة من 29 إلى 31 من ماي الجاري فعاليات الدورة الثانية من جيتكس أفريكا موروكو، الذي يعد أكبر معرض للتكنولوجيا والشركات الناشئة في إفريقيا بمشاركة أزيد من 1500 عارض يمثلون أكثر من 130 دولة. ندوة صحفية نظمت اليوم بالرباط لتقديم هذه الدورة ولتقديم الخطوط العريضة لفعاليات هذا المعرض تبعتها للأولى وصل إمغري رفقة عدنان الهرس. خلال هذه الندوة الصحفية تم تسليط الضوء على أهمية معرض جيتكس إفريقيا 2024 في نسخته الثانية، والذي ستحتضنه المدينة الحمراء أواخر الشهر الجاري، والمتخصص في تكنولوجيا المعلومات والشركات الناشئة في إفريقيا. هذه السنة غادي يكون إن شاء الله 1500 عارض مقارنة مع 900 عارض السنة اللي فاتت، 800 شركة ناشئة ستارت اب مقارنة مع 400 شركة اللي فاتت، ونتوقعوا يكونوا أكثر من 50,000 زائر مقارنة مع حوالي 30,000 زائر السنة المنصرمة، يكونوا ناس من أكثر من 130 دولة اللي غيشاركوا. أبخي لو فرون سوكسي، بعد النجاح الكبير الذي عرفته الدورة الأولى سنة 2023، تطلعاتنا الآن هي بذل المجهودات لإنجاح الدورة الثانية والوصول إلى أهدافنا المتمثلة في توفير أرضية خصبة لكافة المشاركين من حكومات وأصحاب القرار وفاعلين في القطاعات الخاصة والمقاولات الناشئة لتبادل التجارب والخبرات. من المرتقب أن تعرف دورة هذه السنة مشاركة 350 مستثمرا من 35 دولة، فضلا عن أزيد من 700 مقاولة ناشئة من أكثر من 45 دولة. We have 700 over startups that is going to be coming into the show. 700 مقاولة ناشئة ستشارك في فعاليات هذا الملتقى، ونود أن نهنئ المغرب لأنه سيتبوأ مركزا هاما في مجال مواكبة المقاولة الناشئة في احترام تام للنظم البيئية. هذا النجاح يبرز جليا من خلال الكم الهائل للشركات التي ستشارك في فعاليات هذا الملتقى. معرض جيتكس إذن رحلة لاستكشاف الجوانب المتعددة لمستقبل إفريقيا الرقمي ومعالجة التحديات الأكثر إلحاحا والتعرف عن آخر برامج التقنية ابتكارا والشركات الناشئة. تتواصل بعاصمة المملكة الرباط فعاليات الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، لقاء موصول لعشاق القراءة والمطالعة مع آخر الإصدارات، تجديد للوصال مع خير جليس في الزمان الكتاب. فردوس الحرش وفؤاد الحرش. الكتاب سفر صريح نحو عوالم مختلفة ومتنوعة،
المعرض الدولي للنشر والكتاب موعد سنوي يغتنمه القراء لخوض غمار مطالعة كتب جديدة قد تفتح أمامهم باب شغف، طموح، حلم أو حقيقة مثبتة، كل حسب ما يستهويه ويشد انتباهه. واحد النية أن واحد الفسيفساء ثقافية ومن كل فن طرب، بالتالي ما عنديش واحد توجه معين، أنا هنا كنكتشف، لقيت شي حاجة غلقة فيها ذاتي مرحبا، كتعرف القراءة متعة، والمتعة ما كترتبط واحد جنس فكري معين، يقدر يكون رواية، يقدر يكون شعر، يقدر يكون مسرح، وهلما جراح. بين من ألف الكتاب جليسا له وبين من دفعه الفضول لتصفح الأوراق، عديد حج لأروقة المعرض الدولي للنشر والكتاب، كل يبحث عن ظلته، عرض وفير يتيح للشغوف مجال عيش شغفه ويمكن المستكشفة من الاطلاع على خبايا ما بين السطور. لقينا إقبال كبير من الأطفال، إذا قدموا لهم كتب أدبية وثقافية، منها سلسلات جديدة، وحتى الكتب القانونية لقوا إقبال كبير زعما من ناحية الطلبة اللي تيبحثوا. إحنا اهتمينا بزاف بالكتب ديال السيونس، الفيزيك، الماتيماتيك، بالنسبة للكوليج عند الوليد في الكوليج، وليدات كذلك صغار، وكذلك لقينا قصص لتنمية اللغة العربية والإنجليزية كذلك. المعرض الدولي للنشر والكتاب موعد متجدد للقراء مع سفر بطله المؤلف وما جادت به خبايا السطور. يشارك المجلس الأعلى للحسابات في دورة هذه السنة للمعرض الدولي للنشر والكتاب، مشاركة ترم إرساء ثقافة مبنية على الانفتاح وتكريس التكامل في أدوار كل من المحاكم المالية والأطراف ذات الصلة بما فيها المواطنين والمواطنات. في هذا الإطار كان زوار المعرض اليوم على موعد مع ندوة نظمها المجلس حول الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى للحسابات في مجال حماية المال العام. كوثر أبو تير وفؤاد الحرش. الاجتهاد القضائي آلية يتسلح بها المجلس الأعلى للحسابات لصد كل إخلال بالقواعد المؤطرة لمداخل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته، آلية استنبط بواسطتها المجلس عددا مهما من القواعد، منها المرتبطة بالجوانب الشكلية والمسطرية وأخرى تتعلق بمخالفة الضوابط القانونية والتنظيمية. اليوم لقاء يثمن دور الاجتهاد القضائي في حماية المال العام. تمحور هذا العرض بصفة خاصة حول بسط مجموعة من القواعد المنبثقة عن اجتهاد المحاكم المالية في محاولة تقاسمها مع العموم. ويجب التذكير هنا بأن المجلس الأعلى للحسابات في محاولة للتوفيق بين المهام العقابية والمهام البيداغوجية، دأب على إعداد مجموعة من القواعد استنباطا من اجتهاداته القضائية ونشر هذه القواعد. لقاء اليوم هو إسهام ضمن إسهامات أخرى يحفل بها برنامج مشاركة المجلس الأعلى للحسابات في الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، إسهامات هدفها إرساء ثقافة مبنية على الانفتاح وتكريس التكامل في أدوار المحاكم المالية والأطراف ذات الصلة، في مقدمتها المواطنون والمواطنات. الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تجدد لقاءها مع جمهورها ضمن فعاليات المعرض، هذه المرة من خلال باقة من الأنشطة. اليوم خصص للإذاعة الدولية شينانتيغ التي تفاعلت مع زوار المعرض من خلال مائدة مستديرة حول الإذاعة والشباب. الربورتاج لوفاء اليعقوبي، فؤاد الحرش، وهند خليفة. الإذاعة الدولية شينانتيغ في هذه المائدة المستديرة سلطت الضوء على موضوع يعتبر من أبرز تحديات الإنتاج والتنشيط داخل الإذاعة، يتعلق الأمر بالعلاقة الثلاثية بين الإذاعة والشباب ووسائل التواصل الاجتماعي. أظن أن الشباب يعني يمكن استهدافه من خلال هذه المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل التعريف بهذه البرامج، وبالتالي وكذلك التعرف على آرائه واقتراحاته.
التماهي مع وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين الذين يثيرون اهتمام الشباب أصبح ضرورة ملحة داخل مصلحة الإنتاج والتنشيط بالإذاعة الدولية، وذلك لتحافظ على باقة متابعيها وترضي أذواقهم. المونتاج ولا ديال المنشط ولا ابسولومون خاصو يشوف اشنو كاين في لي ريزو سوسيو، خاصو يشوف ناس اللي كيهضروا عليهم اللي دايرين تريند في لي ريزو سوسيو، خاصهم يكونوا حتى هما معنا في لو ستوديو، ولا لي ريزو سوسيو حتى هما واحد الطريقه وواحد الوسيله بالنسبه للناس اللي كيتصلوا بك. المائدة المستديرة التي تناولت مجموعة من القضايا ذات الصلة بالإنتاج داخل الإذاعة الوطنية في علاقة مع الشباب وجه آخر من أوجه انفتاح الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على جمهورها، وذلك من خلال نافذة المعرض الدولي للكتاب. مائدة مستديرة تحت عنوان الإذاعة والشباب، ندرة حول إذاعة دولية شينانتيغ في التفاعل مع كل الأجيال. حضور هذه الإذاعة على مواقع التواصل الاجتماعي يكتسي أهمية كبرى، وذلك من أجل التفاعل مع مستمعيها، وهذا يفرضه علينا تغير أنماط استهلاك المحتويات السمعية البصرية الذي يحتم علينا مواكبة هذا التواجد في هذه المواقع. داخل الإذاعة الدولية شينانتيغ على غرار الإذاعة الوطنية وباقة القنوات التلفزية والإذاعية الأخرى، أصبح لزاماً مواكبة التحول الرقمي والتطور التكنولوجي بشكل مستمر، وفي ذات الآن الحفاظ على خطها التحريري وتوجهها في ملامسة قضايا المواطنين في جميع المجالات كالمجال الصحي، الثقافي، الرياضي والاجتماعي. بدورها شاركت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب والتي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء الصلح في المعرض الدولي للنشر والكتاب بغاية إبراز قدرات الكفيف في مختلف المجالات. ندوة نظمت بالمناسبة تم خلالها عرض كتب مطبوعة بطريقة برايل عبارة عن أبحاث ودراسات بالإضافة إلى الكتاب المدرسي لكل المستويات الدراسية والكتاب المسموع بمختلف تصنيفاته، إلى جانب الأنشطة الموازية ضمن فعاليات هذا المعرض. ونتابع بهذا الشأن تصريح سيد صلاح الدين سمار الكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب. على هامش هذا الفضاء هنالك نشاطين هامين تحافيين. النشاط الأول هو أولا الندوة التي نظمت حول إبداعة الكفيف والمدى المجال الرقمي في تنميته وتعويده، والنشاط الثاني هو الحالي الآن اللي هو أمسية شعرية تشارك فيها نخبة من المكفوفين، ما هي إلا نموذج لما يمكن للكفيف أن يقدمه. مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة حاضرة بقوة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب من خلال مجموعة من الأنشطة التربوية والتفاعلية. هذا الصباح احتضن جناح الأطفال ورشة تربوية حول الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي في حماية البيئة. حورية بطيب ومحمد تونينا. الذكاء الاصطناعي سلاح جديد لمواجهة التحديات البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية. ورشة مصغرة لكيفية الاستخدام الأمثل لأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مكافحة تلوث الهواء والمياه والتربة. الذكاء الاصطناعي اللي ولات واحد الوسيلة اللي كتساعدنا على جمع أفكار وإعطاء حلول اللي نقدروا نكونوا ما فكرناش فيها وفي وقت وجيز. جيت من الدار البيضاء باش نعرف المستقبل ديال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمزايا ديالو في البيئة. جينا اليوم لهذا المعرض باش نتعرفوا على الذكاء الاصطناعي، وكان انواع الذكاء الاصطناعي بحال اللي تيصاوب تصاور ولا تيصاوب فيديوهات، وجينا باش نتعرفوا على البيئه. مؤسسة محمد السادس للبيئة تضع بين يدي الناشئة تقنيات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي كإحدى أهم الآليات لحماية البيئة وصحة الإنسان. المهم في هذه الورشات هذو هو عطينا واحد
نبدا لهاد الشباب هادو على كيفاش يقدروا يستعملوا الذكاء الاصطناعي في الخدمه ديالهم في هاد لي ديفيرون بروغرام اللي كاينين ديال لا فونداسيون اللي هو ديال الصحفيين الشباب ودي زكويكولي. كيفاش يقدروا يستعملوا الذكاء الاصطناعي باش يكتبوا مقالات ديالهم ولا باش يديروا تحف فنيه. مؤسسه كتشارك في هاد المعرض الثقافي من اجل ابراز مختلف البرامج ديالها اللي كيشتغلوا كاملين وكيصبوا كاملين في التربيه البيئيه، وذلك من خلال عدة برامج وورشات تفاعلية وتحسيسية، وذلك في فضاءين مختلفين. عندنا الفضاء الأول اللي هو جناح المؤسسة، والفضاء الثاني اللي هو هذا الفضاء اللي كنتواجدوا فيه اليوم، فضاء الطفل. مئات الأطفال والشباب سيمرون من هذا الفضاء، فالذكاء الاصطناعي ملهم للصغار كما الكبار. في موضوع آخر، وتحت شعار التبرع بالدم مسؤولية الجميع، نظمت القيادة الإقليمية للقوات المساعدة بسلا بتنسيق مع المركز الجهوي لتحقن الدم بالرباط اليوم حملة تضامنية للتبرع بالدم، تدخل في إطار المجهودات الرامية إلى تعزيز مخزون هذه المادة الحيوية على الصعيد الوطني. سكينة الإدريسي. رجال الوطن في خدمة الوطن، واليوم لبوا النداء من أجل التبرع بالدم وإنقاذ حياة المواطنين. رجال ونساء القوات المساعدة هنا بمدينة سلا أكدوا على روح التضامن والحرص على توفير الدعم والمساعدة في كل مكان وزمان. تتقدم القيادة الإقليمية للقوات المساعدة بسلا وبتنسيق مع المركز الجهوي لتحقن الدم بتنظيم حملة تبرعية استجاباً لنداء الواجب الوطني والإنساني، وتعزيزاً على نشر ثقافة التبرع بهذه المادة الحيوية بشكل منتظم ومستمر للمساهمة في إنقاذ حياة المرضى والمصابين تحت شعار التبرع بالدم مسؤولية الجميع. كمية مهمة من الدم تبرع بها رجال ونساء القوات المساعدة الذين توافدوا بكثرة طيلة اليوم، وممثلو مركز تحقن الدم جمعوا كميات مهمة سيتم استغلالها بالشكل المناسب لإنقاذ حياة المواطنين. عرفت هذه الحملة نجاحاً كبيراً، إذ تمكننا من تحصيل عدد مهم من أكياس الدم الذي سيساعد في تعزيز مخزون الدم، خاصة نحن في هذه الآونة نعاني من خصاص، أو مراكز جهوية تعاني من خصاص في أكياس الدم. مشكورين كل من ساهم في إنجاح هذه الحملة من قريب أو من بعيد، ونشكر بخصوص عناصر القوات المساعدة التي هبت من أجل التصدق بدمائها لصالح المرضى المحتاجين للدم. رغم التبرعات المهمة التي تمكن مركز تحقن الدم من جمعها، إلا أن النداء ما يزال مفتوحا أمام باقي المواطنين لسد العجز الحاصل في هذه المادة الحيوية وتوفير الكميات المطلوبة منها. الصويرة تجدد اللقاء مع الفن السابع. مدينة الرياح احتضنت على مدى 4 أيام فعالية النسخة الثانية من المهرجان السينمائي لدولتشي فيتا بموغادور، الموجه للاحتفال بالمدرسة الإيطالية العريقة للفيلم الكلاسيكي. تظاهرة تميزت بعرض باقة من الأفلام السينمائية ولقاءات مع الجمهور بهدف إرساء حوار تفاعلي ومحفز بين عشاق الأفلام والمهنيين. لطيفة بن حليمة وعبدالغني الطهراوي. مدينة الصويرة تجدد الوصل مع الفن السابع ومع عشاق السينما الإيطالية الكلاسيكية. إيطاليا أرض الفن والسينما، ألهمت عدة فنانين وكان لها كبير الأثر على هذا الفن بفضل عدة أعمال شهيرة. باقة من الأفلام الكلاسيكية الخالدة ميزت فعاليات الدورة الثانية لمهرجان لا دولتشي فيتا الذي يعد إضافة نوعية للمشهد الثقافي بمدينة الرياح. لا دولتشي فيتا موغادور. Et ce festival a choisi ce nom pour s'identifier et se situer dans مهرجان لا دولتشي فيتا بموغادور يتزامن هذه السنة والزخم الاستثنائي الذي تشهده الصويرة منذ بداية السنة الحالية من خلال تصوير 4 إنتاجات سينمائية كبيرة، آخرها إنتاج فني أمريكي ضخم مكن في ظرف 10 أيام من إتاحة حوالي 500 فرصة عمل. ومنذ نشأة الإخراج السينمائي اختارت نحو 100 من الإنتاجات السينمائية الضخمة مدينة الرياح من أجل تصوير أحداثها، مما
يبرز المكانة والمؤهلات التي تزخر بها الصويرة. هو حدث فني متميز ينظم من قبل جمعية الصويرة موغادور بشراكة مع السفارة الإيطالية والمعهد الثقافي الإيطالي، يسعى إلى تقديم رؤية عن السينما الإيطالية الكلاسيكية وأيضا إبراز التطور الذي عرفه عالم الفن السابع بإيطاليا وإعطاء لمحة عن السينما الإيطالية المعاصرة. برنامج التظاهرات تميز بتنظيم عدة لقاءات مناقشة مع الجمهور لإرساء حوار تفاعلي مع المهنيين لاستكشاف المواضيع وفهم دقيق للأعمال المقدمة. مهرجان لا دولتشي فيتا بموغادور حكاية عشق بين السينما الإيطالية وهذه المدينة، مهرجان يبرز قوة السينما وتأثيرها كوسيلة تتيح عيش تجارب فريدة واكتشاف قصص آسرة ومثيرة وتحفيز التفكير وأيضا خلق أجواء من الترفيه. وشكل المهرجان فرصة للدعوة إلى فتح قاعات للسينما بالمدينة لتمكين الساكنة من الاستفادة من التجارب السينمائية وللمساهمة في زيادة الإشعاع الثقافي للصويرة. رياضيا، تأهل فريق الجيش الملكي إلى دور النصف النهائي لمنافسة كأس العرش في كرة القدم بعد فوزه اليوم على نظيره فريق أولمبيك تشيرا بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء جرى على أرضية ملعب أدرار بأكادير. تفاصيل هذا اللقاء في ورقة ابتسام مدريس. فريق الجيش الملكي صاحب الخبرة والتجربة ما زال يواصل تألقه في منافسة كأس العرش بانتزاع تأهل ثمين من قلب ملعب أدرار بأكادير نحو النصف النهائي وعلى حساب أولمبيك تشيرا ممثل البطولة الوطنية في قسمها الثاني والذي عجز عن دخول التاريخ بإقصائه للجيش الملكي، لكنه قدم مستوى تقني جيد منذ انطلاق صافرة الحكم سعيد بوجيدي. وبعد شوط أول ساد فيه التكافؤ وانتهى متعادلا دون أهداف، جاء الشوط الثاني بحس هجومي قوي وتمكن الجيش الملكي من تسجيل أول هدف في الدقيقة 74 بعد رأسية لاعب الوسط ربيع حريمات لم تخطئ مرمى الحارس محمد إدار، وضربة خطأ مركزة نفذها لاعب الوسط أمين زحزوح. بعدها تمكن فريق أولمبيك تشيرا من الحصول على ضربة جزاء بعد أن لمست الكرة يد مدافع الجيش الملكي أنور طرخات داخل منطقة العملية، ضربة جزاء حولها إلى هدف لاعب الوسط أيوب معموري. وخلال الوقت بدل الضائع عاد نجم الجيش الملكي حريمات وسجل هدف التأهل إلى دور نصف نهائي كأس العرش لينتهي اللقاء بفوز الجيش الملكي على أولمبيك تشيرا بهدفين مقابل هدف واحد. الحمد لله كتبقى أهم كما قلتي أهم حاجة فهاد لي ماتش بحال هكا الكارت فينال والفوز ما بغض النظر على الأداء اللي كيستهون فرق ديال دوزيام سيري ما يستهونش بهم، فريق كان واقف لينا مزيان دارنا بزاف العراقيل في التيران، حاولنا من جميع الطرق حاولنا حتى سجل علينا هدف التعادل ما حطيناش يدينا استطعنا نسجلوا في اخر الدقائق. هادو هما الفرق الكبار. فريق الجيش الملكي واجه في النصف النهائي فريق المغرب الفاسي الذي حقق التأهل على حساب المغرب التطواني بأربعة أهداف مقابل هدفين، والجيش يخطو بثبات نحو تحقيق تتويج جديد بأغلى الكؤوس بعد غياب لموسمين. الرياضة كانت آخر أوراق هذه النشرة، تذكير بأبرز محطة الخبر لهذا المساء. ممثلا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في أعمال الدورة 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش يحل بالعاصمة البحرينية المنامة ويتباحث مع الرئيس العراقي فخامة السيد عبد اللطيف جمال رشيد. النشاط السياحي بالمغرب دينامية تصاعدية لمؤشرات الأداء في الأشهر الأولى من السنة الجارية بعدد من الوجهات السياحية بتسجيل ذروة توافد السياح شهر أبريل المنصرم. كيف استطاعت السياحة المغربية استرجاع الجاذبية وكيف يستعد المهنيون للموسم الصيفي؟ الجواب تابعناه ضمن هذه النشرة. الساعة
الصناعات التقليدية المغربية تواصل إشعاعها الدولي، والشركات العالمية تعبر عن رغبتها في تثمين التراث المغربي الأصيل. مبادرات جديدة من شأنها المساهمة في تحقيق عائدات مالية للصناع التقليديين المغاربة. تابعنا أيضا بعاصمة المملكة لقاء موصول لعشاق القراءة والمطالعة مع آخر الإصدارات، وتجديد للوصال مع خير جليس في الزمان ضمن فعاليات الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب. عدسة الأولى قربتنا من الأجواء في عوالم الكتاب والنشر. رقم النشر، أشكر بقاءكم معنا مشاهدين، إلى الغد بإذن الله.